معكم بالأخبار نمشي ونحكي على تعليق أشرف حكيمي وهبة عبوك. الأخبار البارح أنه تعليقة أشرف حكيمي رفضت التسوية ب 2 مليون أورو وطلبت تعويض قيمته 10 ملايين أورو تقريبا 35 مليار من المليمات التوانسة حتى تقبل التسوية في الطلاق اللي ما بينها وما بين لاعب المغربي وزوجها السابق نجم نقولوا توا أشرف حكيمي. الأعداد لتصرفات من هالنوع اللي أنا عمري ما فهمت هالقوانين متاع زوجة صرتو في الغربة في علاقة بالأمور المادية تلق تقسم الثروة متاع رجلها حتى لو كان يكون ما قسمتش عاد هي لا نحكيه هذا العرض متاعها هي التعويض. تلقى واحد عنده 1000 مليار زوجته تاخو 500 وهو ياخو 500 بعد الطلاق اللي طلق مؤخرا رجل أعمال جيف بيزوس. مرته بعد الطلاق صارت أثرى امرأة في العالم بعد الطلاق. وهذيك بديت معاه زيد. يودي به بديت معاه. كانت هي شادة الكوميرسيال. بديت معاه أوكي. أما هل لدرجة نقسموا الثروة 1000 مليار تاخو أنت 500 وأنا 500 نضمن لك حياتك اللي تحب أنت أما نوليو كيف كيف. الرف مقر خبير القوانين في علاقة رفايق القانون ذا اي بالحق رفيق انا شو معناتها نخدم ونجري ونكلت ونعلم بيا ربي ونطيح وناكل في التراب ويعلم بيا ربي باش وصلت وليد جارديان وبعد نجي يا خويا النجم نكون متفاهمناش النجم نكون نغلط النجم نكون لسبب او اخر نجي نقسم معاك الثروة يا اخي مرتك تبلانجيت معاك لا تفلانجيت معايا لك لا تتراب لا شدت بيناتيات ولا لا تثبت معايا ولا حد شيء انا الكل هذا نحسوا ونعيشوا وبعد نجي نقسم الثروه نتاعي انا وياه لا قدر الله بعيد عليكم بيان سير محط روح في الاكزامبل مثلا زوجتك هي بعبو كنت عندك 100 مليار قداش تعطيها كناصر بدوي هكا مش كل واحد يمشي على 100 يا خويا نعطيها 2 مليار دوات 2 مليار دوات باهيين وكي تستحق اخويا على ذمت نكتب لها وريقه تستحق تطلبني الله يبارك نعمل لك فيرمو صغير اما شنو نعطيك اشتر الثروه نتاعي مش ديرا شنو سندريلا هو كل حال الطليق معناها وحده معناها كل طليق وعنده الحكايه نتاعو اما مش نحكي انا على هبه عبوك الحقيقه ما عجبتنيش انا هبه عبوك حتى كان هي تونسيه تصرفاتها نتاع مراه طماعه ساعه ومراه ما فيهش خير ما لقاش فيها الخير رجلها معناها وقت اللي يتهموه بالاغتصاب بين كامراه ساعه في الاول هي ما انتو كان خيانه ثابته خاطر جايبها للدار بحذاه نتاكد ساعه نتاكد وبعد هي طول معناها دونك نتصور انه فما هو لمحل نتصور مش من فراغ دونك فما حكايات قبل دونك شيء اللي خلى يمكن الكيس يفيض دونك ذاك علاش هي القطره اللي فيضت الكيس خلينا نقولوا اما المراه الطماعه بصفه عامه ما تعجبنيش يا ودي سامحني قد ايه هو المونطون اللي طلبته ويجي هي طلبت 35 مليار 35 مليار 10 مليون اورو 10 معناتها تصور انت يا امها وخالتها واخوها وكل باش يقولوا لها الهديه يا ابن عروس راهو يزيدوا يشنعوا فيها وما تسيبوش وهذاك حق ومادام تلعب التونسيه تهنى باش تمرر له حياته امور محاكم تجيبوا يبحث في ريان وكذا اللهم صلي على النبي عندهم صبر ايوب انساف المحاكم يمين تتيح مع راجل على عقار ولا حاجه ويمكن الراجل يسامحك فيه اما تتيح مع مراه تضمن لك حياتك ما تجمعش تفهمها الحكايات تفهمها اي بالطبيعه نفهمها على خاطر هو تعويض عن الضرر وقد ما يكبر حجم الضرر قد ما تقوى قيمة التعويض وبطبيعة الأمر مش كيف ما الثري كيف ما المتوسط كيف ما الفقير دونك الضرر نتاعها اللي هي مثلا تعودت على مستوى معين من العيش اني تضرت ربما من الخيانة كما كنت تقول أميمة ما نعرفوش شنو اللي صاير وشنو اللي ثابت دونك حتى على مستوى المفاوضات بين المحامين دونك هاو الضرر هاو شنو انا النجم ناخذ بالمحكمة هاو شنو اللي نجمو نتفقوا عليه اما فيما يتعلق باللي كنت تقول فيه رفيق راهو سوني با اوتوماتيك انك تاخذ اشتر الثروه على خاطر هما عندهم حاجه اخرى اللي هو لو كونطرا بري نوبسيال اللي يتعمل قبل كتبان الصداق دونك وقت يبدا شخص ثري مراه والا راجل وفما الريسك خاطر زاده في امريكا في الولايات المتحده راهو مش الراجل برك المراه كي تبدا ثريه انا عندي شكون في العائله معناها اضطرت
أني تسلم له في جزء كبير من ثروتها في إطار المفاوضات باش تنجم تحتفظ بالحضانة متاع صغارها. إيه القانون قانون دبي معناها أنا على الرجل ولا على المرأة حتى بالمقلوب على الرجل والمرأة هما كيفاش يتفاداو الشيء هذية يعملوا لو كونطرا برينوبسيال اللي هو قبل الصديق راهو في حالة الطلاق راهو ما فماش منه ولا يحدوا مبلغ ولا راك ما تاخذ حتى سوري. هذا كونطرا برينوبسيال قبل العرس يتعمل.